فتحنا الورك شيت بتاعنا سيشن 6، هنحل العشر اسئله اللي موجودين عشان نعمل لك تريننج قبل ما تحل الواجب بتاعك. سم الله صلى على رسول الله ويلا بينا. السؤال الموجود هنا بيقول لك الكرنت ان كوندكتور واي زد ايكوال كام؟ بيقول لك الكرنت في الكوندكتور واي زد ده بيساوي كام امبير؟ طب نعمل ايه؟ نغير الشكل بتاعنا عشان نظبط الدنيا. ادي الباتري، عدينا على 4 اوم. الكرنت اتقسم على طريقين، طريق اللي هو فيه 2 اوم وطريق فيه 1 اوم. الواي زد اللي هو الطريق بتاع ال1 اوم ده، ده الواي زد، ده اللي هو الواي، اسف، الواي زد اللي هو بيتكلم عليه. يبقى هو عاوز الكرنت الماشي في ال1 اوم. نعمل ايه بقى؟ انا معايا الكرنت التوتال ب 3 امبير، وعاوز اجيب الكرنت اللي تحت ده، تعال نسميه اي 1. ها قانون الكرنت ديفايدر السريع، اي 1 ايكوال اي فار اللي عكسها 2 على ار 1 بلس ار 2، يبقى 3 في 2 6 على 3 يبقى ايكوال 2 امبير. اهي 2 امبير. كنت ممكن اعمل ايه تاني؟ اخد ال 2 مع ال 1 بارلل واضرب في اي، اجيب الفولت واقسم في على ار واطلع الكرنت. بس قانون الكرنت فايدر اسرع بقى، انا عاوز اجيب اي 1 بقول اي في ار 2 على ار 1 بلس ار 2، ده اسرع كتير جدا جدا. تمام. بعدين في حاله ثانيه ممكن اشغل دماغي، شغل دماغي، ده 2 امبير ده 2 اوم وده 1 اوم صح؟ يبقى ده معناه ايه؟ ان الكرنت اللي فوق نص الكرنت اللي تحت. ده لو شغلت بقى نويت اشغل دماغي، ايه ده؟ هشغل دماغي، نويت اشغلها. ما الكرنت متقسم على فرعين، واحد الريزستنس بتاعته دبل التاني، فاكيد الكرنت اللي فوق ده والكرنت اللي تحت ده، الكرنت اللي تحت لو مثلا سميت ده اي 2، الار اللي تحت 1 اوم، فالواحد اوم نص ال 2 اوم، يبقى الكرنت اللي تحت دبل الايه؟ اللي فوق عادي. فيبقى لو سميت ده اي 1 او سميت ده اي 2، يبقى اي 1 دبل اي 2. فانا بقى تعرف تقسم ال 3 امبير بحيث كده، يبقى هنا يخش فوق 1 امبير وهنا دبل ال 1 امبير، يبقى كام؟ 2 امبير. يعني ده طريقه ثانيه في التفكير، بس طبعا يعني مش كل الناس بتيجي على بالها انها تفكر بالشكل ده. وات از ذا كرنت اللي بيعدي 15 اوم؟ السؤال الثاني الموجود عندنا هنا، السؤال بيقول ايه قيمه الكرنت اللي بتعدي في ال 15 اوم ديت؟ given ان الاي ديت، الاي يعني الفولت بتاع الباتري، فولت البطاريه بنديله علامه دي، يعني اي او نكتب في بي. وطبعا لو ما اديناش الانترنال يبقى الانترنال بزيرو. طيب سم الله، هات التوتال كرنت الاول، هتساوي في بي على ار الايكويفلنت بلس الانترنال. في بي ب 9، ار الايكويفلنت ال 15 مع ال 30، 15 في 30 على 15 بلس 30 يبقى ب 10 بلس 20، يبقى 9 ديفايدد 30، 9 على 30 تطلع 0.1، شوفها كده 9 على 30 تطلع 0.3 امبير. ده الكرنت 0.3 امبير. هو عاوز الكرنت اللي ماشي في ال 15، قانون الكرنت ديفايدر، كرنت ال 15 هيساوي التوتال كرنت في الار اللي عكسها اللي هي 30 على ار 1 بلس ار 2. بص انا بعملها ازاي، بص انا بعملها ازاي. انا ممكن اعمل ريشيب للمساله، كان عندي 20 والكرنت هيتقسم على 2 برانش اللي هو 30 و15. التوتال كرنت انا جبته بكام؟ التوتال كرنت انا جبته ب 0.3. ال 0.3 هتتوزع، انا عاوز الكرنت بتاع ال 15 اوم، فالكرنت اللي تحت ده سميته اي 1 مثلا، فاي 1 هتساوي اي فار 2 على ار 1 بلس ار 2، اي 0.3 فار 2 اللي هي الار اللي عكسها اللي هي 30. انا عاوز كرنت ال 15 اضرب اي فار 2 على ار 1 بلس مين؟ ار 2، واحسب ايه؟
0.3 في 30 على R1 plus R2 45، فيطلع الانسر 1 over 5 يعني 0.2 امبير. خلاص حليت السؤال اهو 0.2 امبير. السؤال اللي بعده في question number 3، determine E or VB لما يكون ال I ب 0.5 وال R ب 12. طيب اعمل ايه؟ ال VB بتساوي ايه؟ بتساوي I في R الايكويفلنت، ال I ب 0.5 وال R ب 12، ده بدأ يدي كام؟ يدي 6 فولت عادي خلاص. ده قانون في بي اي ايكويفلنت في انترنال. مفيش طبعا دي ملهاش رسمه، دي مساله عاديه من غير رسمه ولا حاجه. الرسمه اللي انا عاملها دي بتاعت المساله اللي كانت قبلها دي. طيب كويشن نمبر 4، وات از ذا ماجنيتيود اوف ذا بوتنشال ديفرنس بتاع 20 اوم؟ عاوز البوتنشال ديفرنس اوف 20 اوم ايكوال كام بتاعت الحته دي. طيب انا لازم اجيب فرج الاول، اجيب اي I equal ها VB على R الإكويفلنت. هتساعدوني بقى، ساعدوني. VB ب 11، R الإكويفلنت 10 و 10 و 10 و 10 سيريس ب 30 مع 20 بارلل. تعال نحسبها، تبقى 30 في 20 على 30 بلس 20 تطلع ب 12. الحته دي يا جماعه كلها بكام؟ ب 12 اوم. 12 وهنا 5 يبقى 12 زائد 5 فيطلع اجابه 11 على 17. لما تلاقي يطلع فراكشن غريب كده ما تعملوش ديسيمال، سيبه زي ما هو كده. انت معاك التوتال كارنت حلو. انا عاوز اجيب البوتنشال بتاع ال 20. بصوا ممكن بس اعمل ريشيب للشكل عشان ابسط الدنيا شويه. بص معايا، ادي الباتري ب 11 فولت، هنعدي على 5 اوم، وبعد كده الطريقه هتفرع طريقين 10 و10 و10 يبقى كله 30، والار الثانيه ب 20. هو عاوز البوتنشال ديفرنس بتاع 20 ايكوال كام؟ بص هعمل حركه صايعه. انا هجيب البوتنشال بتاع ال 5 اوم. بوتنشال 5 اوم هتساوي اي في ار، الاي ب 11 على 17 انت جايبها، والار ب 5. يلا 11 على 17 واضرب في الار ب 5 فيطلع البوتنشال 55 على 17. ده البوتنشال بتاع الحته دي 55 على 17 فولت. فولت بقى المنطقه البارلل دي اجيبها، فولت المنطقه البارلل هيساوي التوتال فولت 11 ناقص فولت السيريس اللي هي 55 على 17. يلا هيطلع الانسر 7.7 يعني اهي اللي هي ديت 7.76 يعني 7.8. تطلع كده 7.76 يعني ابروكسيميتلي 7.8 فولت. بص عملت ايه تاني؟ جبت الاي ضربت الاي في الار دي، ضربت الاي في الار ديت، جبت الفولت بتاع السيرس ماينس فولت البطاريه ناقص فولت السيرس جبت فولت البارلل. الفولت بتاع البارلل ده هو فولت ال 20 هو فولت ال 30، فولت البارلل هو فولت ال 20 هو فولت ال 30. طب كنت ممكن اعمل ايه تاني؟ تعال اقول لك. يعني انا فكرت انا وانت برضو مع بعض. ادي 11 5 30 20، بص كده معايا. ارسم الشكل اهو تاني. ثيرتي 20 ده بعد ما عملت ريشيب. البطاريه الفولت بتاعها ب 11. احنا جبنا التوتال كارنت بكام؟ 11 على 17 امبير.
عاوز اجيب فولت 20 بتساوي كام؟ بص عندي الطريقه الثانيه بقى، اجيب الاي اللي ماشيه تحت بكام؟ اجيب اي 1، اي 1 هتساوي اي في ار 2 على ار 1 بلس ار 2. يلا تروح عامل كده اي 11 على 17 في ار 2 30 على ار 1 بلس ار 2 اللي هي على 30 بلس 20 اهي. يبقى ادي كده اهو 11 على 17 في 30 ديفايدد 30 بلس 20 هيطلع ان الكرنت اي 1 33 على 85. الكرنت ده ب 33 على 85. هات بقى البوتنشال، هات الفولت بتاع ال 20 يلا اي في ار، اضرب اي 1 في ار. اي 1 ل 33 على 85 ملتبلاي 20 فيطلع الانسر اللي هو 7.76 اللي هي ابروكسيميتلي 7.8 فولت. او كنت ممكن اعمل اجيب الفولت بتاع المنطقه البارلل، اجيب فولت البارلل على طول، مش انا معايا الاي 11 على 17 ده الاي، اضرب الاي في الار الحته دي كلها. فولت البارلل هو فولت الفرع، فولت الكل قد فولت الفرع. فانا لو ضربت اي في الار بتاعت المنطقه البارلل، الاي ليها كام؟ 11 على 17، وار المنطقه البارلل بكام؟ ب 12، دي مع دي ب 12. ما هي 11 على 17 في 12. ايوه طلعت برضه، تصدق 7.76 اللي هي 7.8. طبعا فولت البارلل اللي هو فولت ال 20 هو فولت ال 30. يبقى انا جبت لك بكذا طريقه اهي، جبت لك بكذا طريقه. مره جبت فولت المنطقه السيرس، بعدين عملت 11 ناقص الفولت ده جبت فولت البارل. مره ضربت اي في ار بارل جبت فولت البارل. ومره وزعت الكرنت جبت الكرنت اللي تحت، جبت الاي في الار جبت الفولت. اللي يعجبك وحلب بيه وفهمت بيه حل بيه. هبوريك ازاي بنفصص السيركت. يعني المهم عندي انك تعرف ازاي تفصص السيركت بتاعتك. طب تعال نبص على اكزامبل 5. What is the current اللي بيعدي في ال 10 اوم ريزيستنس؟ طبعا الكرنت اللي بيعدي في ال 10 اوم او الكرنت اللي بيعدي في ال 5 او ال 5 ديت. بص بقى. أول حاجة هنجيب التوتال كرنت. أول حاجة هجيب التوتال ايه كرنت. دايما مفتاح الفرج هو التوتال كرنت. توتال كرنت في بي على الار ايكويفلنت. 5 و 5 بارلل ب 2.5. 2.5 مع 10 بارلل يبقى 10 في 2.5 على 12.5 هتطلع ب 2. كل دول ب 2. 2 اوم و 5 يبقى 7. 21 على 7 يبقى الكرنت ب 3 امبير. هجيب الفولت بتاع الحته السيريز دي. فولت السيريز بكام؟ اي في ار اللي هي 3 ملتبلاي 5 ب 15 فولت. الحته دي واخده 15 فولت، يبقى البارل واخد كام؟ يبقى الفولت بتاع البارل هيساوي فولت البطاريه ناقص فولت السيرس. فولت الباتري 21 ماينس 15 يبقى ايكوال 6 فولت. يبقى الحته دي يا جماعه ب 6 فولت. 6 فولت دي ايه؟ فولت الخمسه هي فولت العشره هي فولت الخمسه. يبقى الكرنت اللي ماشي هنا ايكوال كام؟ في على ار. فالكرنت اللي ماشي في العشرة هيساوي الفولت بتاع المنطقة اللي هي 6 على الار اللي هي 10. 6 divided 10 0.6 امبير. بص عملت ايه تاني؟ جبت الكرنت بقى رحت جايب فولت الحتة السيرس ماينس فولت البطارية ناقص فولت السيرس، رحت جايب فولت البارل بكام؟ فولت السيرس كان ب 15. شلت 21 ماينس 15 جبت فولت البارل. فولت البارل هو الفولت بتاع الار دي والار دي والار دي. طبعا لو عايز اجيب الكرنت ماشي في الخمسه اقول 6 ديفايدد 5. كرنت ماشي في ال 10 6 على 10. كرنت ماشي في الخمسه دي برضه 6 ديفايدد 5. طيب تعالى بص على السؤال اللي بعده. كويشن 6 هنا. بيقول لي في السؤال ان الكتريك سيركت شون بلو The current through 2 ohm 2.0 يعني 2 ohm
از 3 امبير. الكرنت اللي ماشي في التو اوم دي، التو اوم دي كرجع كده اهو اتقسم. الكرنت اللي ماشي في التو اوم ديت 3 امبير. يبقى الاي ام اف بتاعت الباتري ايكوال كام؟ حلو، فولت البطاريه بكام؟ بص يا عم، فولت الباتري هتساوي اي في ار ايكويفالنت. ار الايكويفالنت 6 و 3 2 2 و 2 يبقى 1 1 و 6 7 6 اوم و 3 اوم ب 2 2 و 2 بارلل يبقى ب 1 1 مع 6 سيريز تبقى ب 7. الاي بقى اجيب الاي ازاي؟ اسمع بقى واحده 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 واحده، قسم معايا. هو مش فولت الكل قد فولت الفرع؟ اه فولت الكل بتاع منطقه البارلل قد فولت الفرع. ايوه فولت الكل عباره عن ايه؟ اي في الار البارلل بتاعت الكل، في الار البارلل دي كلها اللي هي 6 و 3 2 2 2 يبقى ب 1 هتساوي فولت الفرع اللي معاك. الفرع اللي معاك اللي هو ايه؟ اي في ار اللي هو 3 في 2. كده هتجيب ايه؟ كده هجيب اي. يبقى الاي ايكوال كام امبير؟ 6 امبير. حط هنا 6 فولت البطاريه 6 في 7 42 فولت. يبقى فولت الباتري هيساوي اي فار ايكويفالنت، المفروض بيساوي اي فار ايكويفالنت بلس انترنال، بس طالما مفيش انترنال خلاص يبقى اي فار ايكويفالنت على طول. الاي بقى جبتها منين بقى؟ انا عندي منطقه بارلل فعندي فولت الكل اللي هو عباره عن اي الاي دي في الار بتاعت البارل بيساوي فولت الفرع ده اللي هو 2 في 3 اي يبقى 2 في 3 6 يساوي اي في الار بتاعت البارل. الار بتاعت البارل ب 1 ف 6 على 1 تطلع بكام؟ 6 امبير. جبت الاي 6 في 7 جبت فولت البطاريه بتاعتي بكام؟ 7. What would be the total current being supplied by the battery in the circuit shown؟ التوتال كرنت بكام؟ اي بكام؟ دي سهله قوي دي بقى، دي سهله. اي ايكوال في بي على ار ايكويفالنت، المفروض بلس انترنال، ما فيش انترنال. في بي ب 9، التركه كلها هات لي ار ايكويفالنت يا بطل. بص بص بص، هي 6 و 3 دول تاخدهم بكام؟ بارل دول ب 2. ال 2 مع ال 4 سيريز بكام؟ ب 6. يبقى الفرع ده كله كده ب 6 اوم. ال 6 مع ال 3 ب 2. ال 2 مع ال 4 ديت سيريز يبقى ب 6 اوم. يبقى 9 ديفايدد 6 1.5 امبير. تاني تاني هبدا الاول كده، الكرنت هيمشي كده هيجي هنا ويتوزع ويجي هنا ويتوزع، اخد اخر حته توزع عليها الكرنت 6 و3 ب 2. ال 2 مع ال 4 يبقى ب 6، ال 6 مع 3 بارلل يبقى كل ده ب 2. ال 2 مع ال 4 ديت سيريس يبقى ب 6 اوم. في بي على ار ايكويفالنت طلعت الكرنت بتاعنا ايكوال كام؟ اكزامبل نمبر 8. In the electric circuit shown in a figure if the reading of ammeter E1 1.2 امبير، الاميتر ده بيقرا 1.2 امبير، يعني بص الكارت مشي كده. هيتوزع، يتوزع، يتوزع، يتجمع. هنا التوتال كارنت 1.2 امبير، توتال كارنت 1.2 امبير. يبقى قراية الاميتر A2 ده تقرا كام؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده بالراحة. التوتال كارنت 1.2 امبير، اتوزع على ثلاث قارات قد بعض. يبقى الكرنت بتاع البرانش، كرنت الفرع اللي هو البرانش، هيساوي الكرنت التوتال على 3 عشان دول 3 برانش قد بعض. الكرنت التوتال 1.2 على 3 يبقى 0.4 امبير. يبقى هنا 0.4 0.4 0.4، كرنت توزع بالتساوي على 3 صح. ركز بقى، وحد الله كده وركز. ال 0.4 دي وال 0.4 دي هيتجمعوا مع بعض هنا. بص اهي 0.4
ماشيه، و 0.4 ماشيه، 0.4 و 0.4 اتجمعوا هيخش هنا كام؟ 0.4 اتجمعت على 0.4 يبقى لا يعدي هنا كام؟ 0.8. بص 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 ال 0.8 ماشيه اهي، لو نزل عليها 0.4 هنا كمان يبقى 0.8 و 0.4 لو اتجمعوا تطلع ال 1.2 امبير. تاني 1.2 اتسحب منها 0.4 هيعدي هنا كام؟ 1.2 اتسحب منها 0.4 هنا يعدي كام؟ 1.2 ماينس 0.4 هنا 0.8. ال 0.8 هيعدي هنا 0.4 هيعدي هنا كام؟ 0.4. 0.4 نازله جت هنا و 0.4 نازله جت هنا، اتجمعوا على بعض 0.4 و 0.4 يبقى دخل هنا 0.8، دي قرايه الاميتر A2 0.8 امبير. تمام؟ يعني مش مسألة وحسابات وكده. طب تعالى نشوف كده المسألة اللي بعدها. اكزامبل نمبر 9. سؤال برضو جامد. بيقولوا if you have 3 resistor R1 ب3 R2 ب6 R3 ب2 show how can you connect this resistor together عشان احصل على R بتساوي 4 اوم. ازاي توصل الثلاثة مع الستة مع الاثنين ويبقى ار ايكوفلنت بيساوي 6 اوم، وبعدين تاخدهم وتحطهم في الصندوق اكس، حطهم في الحته دي. طب الاول اوصلهم دول ازاي مع بعض؟ اتوصلوا كده. بصوا فكروا يلا كده معايا. ها ابتدي اهو اديك الفكره. ار 1 اهي، ار 2 اهي، كده بقى 6 و 3 بكام؟ ب 2، وار 3 ب 2 اهي. 6 و 3 2 2 2 يبقى 4 اوم. كل دول حطهم هنا بقى في صندوق الحته دي، يعني ادي كده 2 اوم وحط 2 برق لهم كده كده 6 و 3. كل ده الصندوق اكس بتاعنا، كل دول طبعا متوصل في السيركت اللي فيها لسه ال 5 اي اوم والبطاريه بتاعتك، ده اكس ده الحته دي. بعد ما حطيتهم في اكس درو كومبليت سيركت ان يور انسر بيبر، احسب بقى الكرنت انتنسي بكام اللي بيعدي فين؟ في 6 اوم. عاوز اعرف الكرنت انتنسي بيعدي في 6 اوم بكام، يبقى اجيب اي الاول، الاي ايكوال للفي بي اللي هي 30 على ار الايكويفلنت. ار الايكويفلنت الحته دي كلها بكام؟ ب 4 زائد 5 سيريس معاه 9 بلس في انترنال هنا بقى ب 1. ف 30 على 10 يبقى الكرنت ب 3 امبير. حلو؟ معاك كرنت ب 3 امبير. تعرف تقول لي 6 اوم هتاخد كام؟ لو بفكك هتاخد 1. الار اللي فوق نص اللي تحت، يبقى الكرنت اللي فوق دبل اللي تحت، يبقى هنا 2 وهنا 1، بس احنا هنجيبها بالقوانين. الكرنت بتاع 6 اوم بيساوي كام؟ الكرنت بتاع 6 اوم بيساوي ايه؟ خلوني الكرنت ديفايدر اي، انا عاوز اجيب كارنت الستة، يبقى اضرب في ار اللي عكسها على 6 بلس 3 فتطلع 9 ديفايدد 18 او سوري 9 على 9 اسف 3 في 3 9 على 9 تطلع الاجابه كام؟ 1 امبير فعلا. فيبقى الكارنت عندك ايكوال 1 امبير. سؤال اخير بيقول لك هنا ايه؟ 12 فولت باتري هاز انترنال ريزيستنس 0.5 اوم. 12 فولت باتري ادي في بي ب 12 الانترنال ريزيستنس ب 0.5 اوم. كالكوليت ذا برسنتج اوف فولتج دروب، البرسنتج بتاع الفولتج دروب. طب انت عارف طبعا قانون البرسنتج بتاع الفولتج دروب اللي هو ايه؟ اي في ار الصغيره على في بي في 100. احسب البرسنتج اوف فولتج دروب اذا كان متوصل بريزيستنس ار ايكوال 2 اوم. فراح جيب الاي الاول، اي ايكوال في بي على ار بلس انترنال. واخد بالك ان انا كل ما اجي احل مساله اقول لك اجيب اي الاول، اجيب اي الاول، اي دي مفتاح الفرج، هي دي لازم تجيبها اول خطوه. في بي ب 12، ار ب 2، الانترنال بنص، 12 على 2.5 طلع الكارنت. يطلع 4.8 امبير.
البرسنتج اوف فولتج دروب هيساوي اي في ار الصغيره على في بي في 100. ده القانون اللي كنا واخدينه الحصه اللي فاتت. نعوض الاي ب 4.8 في الانترنال بهاف على في بي ب 12 صح، في بي ب 12 ايوه في 100. يلا فور بوينت ايت في زيرو بوينت فايف اوفر تويلف في ميه يطلع 20%. ده البرسنتج اوف فولتج ايه دروب. فيبقى الاختيار بتاعنا اهو 20%. كده بقى انا حليت معاك ورك شيت بتاعك اهو بالكامل.